قدام المعبر السوداني، مش عايز تدخل الناس دي الحكومة المصرية. الحكومة المصرية ما عايزة تدخل الناس السودانيين، اثنين ناس في المعبر المصري، والحكومة المصرية واقفة قدام المعبر المصري مش عاوزة تدخل الناس، بتضرب قسطير وبتضرب بلة وبتضرب طلق، وشايفين الزول الواقف فوق داك بيضرب طلق فوق في الجو عشان يرهب الناس ترجع القاهرة، والناس ما راجعة، وفي ناس حاليا قدام المعبر المصري. شوف يا الحكومة المصرية يا جماعة ما الناس حاليا في المعبر المصري، والحكومة المصرية قافلة المعبر حاليا. نحن في المعبر المصري والبوابة المصرية، والحكومة المصرية قافلة المعبر. دي الحكومة المصرية يا جماعة واقفة قدام البوابة المصرية، ونحن مدينا تصريح من السبعية نحن وصلونا لغاية المعبر السوداني، بس الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا المعبر. هنا حاليا في البوابة المصرية شايفين، دي الحكومة المصرية. هي ناسي حاليا في البوابة المصرية، الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا. ايوه بغالي. دي الحكومة المصرية. احنا الشارع وجاي كمان. سامين ده سلاح اللي انضرب، ده سامين. لو نحن صحيح صحيح اننا سفارة، ده سلاح. فاهم؟ ده سلاح. بعد كده نموت بس. ده سلاح سامين. ده سلاح سامين. اللي بيتضرب ده سلاح. سامين؟ بنضرب ده سلاح. سامين ده شنو؟ شايفين ده شنو بمبار؟ شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ طلق. وعندك زول وكو قتلو، في زول ضربه. طلق. سامين دي طلق.
قلت لك قلت لك سامعين؟ قلت لك سامعين؟ قلت لك سامعين؟ شايفين؟ شايفين؟ دوزون شايفين؟ قلت لك شايفين؟ ده قصير شوف الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ شايفين؟ دي الحكومة المصرية شايفين؟ دي الحكومة المصرية شايفين؟ غير النقوش بلدنا شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ شايفين ده قصير الحكومة المصرية بتحاربنا بسلاح بسلاح دي الحكومة المصرية نحن صحيح لو عندنا سفارة لو عندنا الحكومة ما بتتعامل فينا كده لو عندنا حكومة وعندنا سفارة ما بيعملوا فينا كده الله أكبر رجوانا لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بتتعامل فينا لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بيضربونا بسلاح ضاربيننا بسلاح في أربعة دنفار وقعوا ضاربيننا بسلاح قدام المعبر السوداني مش عايز اتدخل الناس دي الحكومة المصرية الحكومة المصرية ما عايزة تدخل الناس السودانيين دي ناس في المعبر المصري والحكومة المصرية واقفة قدام المعبر المصري مش عاوزة تدخل الناس بتضرب قسطير وبتضرب بلي وبتضرب طلق وشايفين الزول الواقف فوق داك بيضرب طلق فوق في الجو عشان يرهب الناس ترجع القاهرة والناس ما راجعة ودي ناس حاليا قدام المعبر المصري شوف يا الحكومة المصرية يا جماعة ما نحن آسف حاليا في المعبر المصري والحكومة المصرية قافلة المعبر حاليا نحن في المعبر المصري والبوابة المصرية والحكومة المصرية قافلة المعبر فلي هاي فلي هذا القصير
دي الحكومة المصرية يا جماعة واقفة قدام البوابة المصرية، واقفة قدام البوابة المصرية، ونحن مدينا تصريح، مدينا تصريح من السبعية نحن وصلونا لغاية المعبر السوداني. بس الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا المعبر، احنا حاليا في البوابة المصرية شايفين؟ دي الحكومة المصرية يا جماعة، دي الحكومة المصرية، هي ناس حاليا في البوابة المصرية، الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا. ايوه بغالي بغالي، دي الحكومة المصرية. انا الشارع وجاي كمان، انا بجاي كمان. الله سامين سامين سامين، دي ده سلاح، ده سلاح اللي انضرب ده سامين. لو نحن صحيح صحيح اننا سفارة، ده سلاح فاهم؟ ده سلاح. بعد كده نموت بس. واه اي واه اي واه بشر اي. ده سلاح. بعد كده نموت. ده سلاح سامين. ده سلاح. واه اي واه سلاح. ده سلاح. ده سلاح سامين. ده سلاح. ده سلاح. ده سلاح. ده سلاح سامين. ده سلاح. لا 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 لا. ده سلاح سامين. ده سلاح. ده سلاح. ده سلاح. ده سلاح سامين. ده سلاح سامين. ده سلاح. ده سلاح اللي بنضرب. ده سلاح. ده سلاح اللي بنضرب. ده اللي بنضرب. ده سلاح. ده سلاح اللي بنضرب. ده اللي بنضرب. ده سلاح سامين. اللي بنضرب. ده سلاح. اللي بنضرب. ده سلاح. اللي بنضرب. ده سلاح. بنضرب. ده سلاح سامين. ده شنو شايفين؟ ده شنو شايفين؟ 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 ده جنب بمبار. شايفين؟ 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 شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ 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 طلق طلق طلق. وعندك زول وقوه قتلوه، في زول ضربوه، عندك في زول ضربوه. طلق دي طلق دي طلق دي طلق دي طلق دي طلق سامين. دي طلق دي طلق دي طلق دي طلق دي طلق سامين. دي طلق دي طلق دي طلق سامين. قلتلك قلتلك سامين. شايفين شايفين قلتلك شايفين. يا جماعة دوزن 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 دوزن. شايفين قلتلك شايفين قلتلك 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 قلتلك. شايفين شايفين؟ ده قصير ده قصير. شوف الحكومة المصرية بتعمل شنو. شوف الحكومة المصرية بتعمل شنو. شوف الحكومة المصرية. شايف شايفين دي الحكومة المصرية بتعمل شنو. دي الحكومة المصرية. دي الحكومة المصرية شايفين. دي الحكومة المصرية شايفين. شايفين دي الحكومة المصرية. شايفين دي الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ دي الحكومة المصرية شايفين؟ غير نخش بلدنا. شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ شايفينه؟ شايفين؟ ده قسطير. الحكومة المصرية بتحاربنا بسلاح بسلاح بسلاح. دي الحكومة المصرية نحن صحيح صحيح لو عندنا سفارة، لو عندنا الحكومة ما بتتعامل فينا كده. لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بتتعامل فيها كده. لو عندنا حكومة وعندنا سفارة ما بيعملوا فينا كده. الله أكبر. رجع ورا رجع ورا. لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بتتعامل فينا كده. لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بتتعامل فينا كده. لو عندنا سفارة. لو عندنا سفارة وعندنا حكومة ما بيضربونا بسلاح. ضاربيننا بسلاح. في أربعة دنفار وقعوا. أربعة دنفار وقعوا ضاربيننا أنا بسلاح.
قدام المعبر السوداني مش عايزه تدخل الناس دي الحكومه المصريه. الحكومة المصرية ما عايزة تدخل الناس السودانيين. اثنين ناس في المعبر، في المعبر المصري، الحكومة المصرية واقفة قدام المعبر المصري مش عاوزة تدخل الناس، بتضرب قسطير وبتضرب بلة وبتضرب طلق، وشايفين الزول الواقف فوق داك بيضرب طلق فوق في الجو عشان يرهب الناس، الناس ترجع القاهرة والناس ما راجعة. هنا ناس حاليا قدام المعبر المصري. شوف يا الحكومة المصرية يا جماعة ما الناس حاليا في المعبر المصري، والحكومة المصرية قافلة المعبر حاليا. نحن في المعبر المصري والبوابة المصرية والحكومة المصرية قافلة المعبر، قافلة المعبر. دي الحكومة المصرية يا جماعة واقفة قدام البوابة المصرية، واقفة قدام البوابة المصرية. ونحن مديننا تصريح، مديننا تصريح من السبعية نحن وصلونا لغاية المعبر السوداني، بس الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا المعبر. هنا حاليا في البوابة المصرية شايفين؟ دي الحكومة المصرية يا جماعة، دي الحكومة المصرية. هي ناسي حاليا في البوابة المصرية، الحكومة المصرية مش عاوزة تدخلنا. ايوه بغالي دي الحكومة المصرية. احنا الشارع وجاي كمان، احنا بجاي كمان. سامين سامين سامين، ده سلاح اللي انطلق ده سامين. لو نحن صحيح صحيح اننا سفاري ده سلاح، فاهم؟ ده سلاح بعد كده نموت بس. ده سلاح سامين، ده سلاح سامين، ده سلاح ده سلاح اللي بيتضرب ده سلاح سامين، بنضرب ده سلاح سامين. شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو؟ طلق. وعندك زول وكو قتلو، في زول ضربه. طلق. سامين دي طلق.
قتلك 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 سامعين قتلك 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 سامعين قتلك 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 سامعين شايفين شايفين قتلك شايفين 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 ده قصير ده قصير شوف الحكومة المصرية بتعمل شنو شوف الحكومة المصرية بتعمل شنو شوف الحكومة المصرية شايف شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو الحكومة المصرية الحكومة المصرية شايفين الحكومة المصرية شايفين شايفين الحكومة المصرية شايفين دي الحكومة المصرية بتعمل شنو دي الحكومة المصرية شايفين غير النقوش بلدنا شايفين الحكومة المصرية بتعمل شنو شايفينه شايفين ده قصير